تفادي الضوء المزدوج لبعض الجمعيات الخيرية للنواب المحترمين خديجة بن الفتوح فاضلة قديري خديجتنا بومين العينين وميلودة حازب من الفريق الدستوري الديمقراطي. تفضل السيدة النائبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سادة الوزراء، أخواتي إخواني النواب المحترمين، كما تعلمون فوظيفة الجمعيات الخيرية هي وظيفة اجتماعية بكل المقاييس، بحيث تتكفل بالمعوزين والمعاقين واليتامى والمسنين، بل الأكثر من ذلك تتولى بعض الجمعيات الخيرية أيواء تلاميذ الإعداديات والثانويات الذين لا يتوفرون على منح بغية مساعدتهم على متابعة دراستهم في أحسن الأحوال. لكن ما يلاحظ السيد الوزير أن تولي هذه الجمعيات الخيرية شؤون التلاميذ الذين من المفروض أن تعدلهم الداخليات من طرف الوزارة المعنية من شأنه أن يضعف من قوة العمل الاجتماعي لهذه الخيريات المدعومة من طرف مؤسسات التعاون الوطني في ميدان التسيير والتجهيز وبعض المحسنين. في هذا الصدد سؤالنا السيد الوزير، لماذا لا تساهم وزارة التربية الوطنية في إطار التنسيق في تحمل بعض أعباء هذه الجمعيات حتى لا يضيع منهم بحاجة إلى دعم هذه المؤسسات الخيرية بالدرجة الأولى؟ وشكرا. شكرا سيدي. جواب سيدي الوزير. سيدة السادة النواب المحترمين، أريد أن أشير أن الوزارة، وزارة التربية الوطنية، تولي أهمية بالغة لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، وذلك من أجل دعم التمدرس وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات، بالإضافة إلى الحرص على توفير أجنحة للداخليات وخاصة بالإعداديات التي تستقبل التلاميذ الوافدين من الوسط القروي، الشيء الذي مكن من رفع عدد التلاميذ الذين يرجون إلى المدرسة بشكل كبير، وبالتالي دعم التلاميذ من الطبقات الاجتماعية الفقيرة. إن الداخليات والمطاعم المدرسية بوجه عام تلعب دورا استراتيجيا في دعم العملية التربوية وتحسين مردوديتها عبر التقليص من نسبتي الهدر والانقطاع المدرسي، وهي أيضا جسر ضروري للوصول إلى تحقيق رهان تعميم التمدرس والحفاظ عليه، وذلك من خلال توفير الإقامة والتغذية لكل التلاميذ ذوي الحاجة أو الذين لأسباب موضوعية لا توجد مؤسسات تعليمية قريبة من مقر سكنهم. وفي هذا الإطار فإن الوزارة تعمل على تعبئة جميع الموارد الممكنة المادية منها والبشرية، بالإضافة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل، وذلك عن طريق تطوير مجالات للشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ويتم ذلك بتنسيق تام بين المصالح الإقليمية والمحلية للوزارة والشركاء على ضوء الحاجيات المعبر عنها في عين المكان في إطار اتفاقية الشراكة تحدد مساهمة الأطراف في حدود إمكانياتها المتاحة. ومن جهتها كذلك فإن الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين تقوم بدعم مجهودات بعض المؤسسات الخيرية التابعة للتعاون الوطني من خلال توليها إطعام نزلائها الممدرسين. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. تفضل. السيد الرئيس، السيد الوزير، الإخوة المحترمون، نحن أهل الدار وقد سبرنا أغوار ما جد وما قدم وما صلح وما طلح في هذه الترتيبات. نحن نتحدث عن الخيريات المتواجدة بأطراف المدن، فهناك طلبة يأتون من البادية وليست لهم منح وليست لهم أماكن ليستقروا بها، فبواسطة أو بأخرى يدخلون أبواب
الخيريات ولإيجاد أسرة لهم، وهنا تكمن نقطة الخلل، حيث يأخذون الأسرة ويأكلون ويشربون من تمويل الخيرية الإسلامية التي يجب أن تعنى بالمتخلى عنهم وبالأطفال المسنين وبالأطفال المعاقين إلى غير ذلك. فنحن نطالب بتنسيق الوزارة مع هذه الخيريات المتواجدة في الأقاصي أو في أطراف المدن لتقوم بواجبها نحو هؤلاء الطلبة، حتى ومنهم من له منحة ويستغل المبيت داخل الخيريات، وهذا ما أكثره. على هذا الأساس يجب على الوزارة أن تعمل جهدها وجهدها لتتقي هذه الآفة وتسهر على إسكان تلامذها بوسيلة أو بأخرى. وشكرا. شكرا.